نحط ليه؟ حطيت شادو اهو خيال. ايه اللي حصل؟ ضل يعني. الجهد هيقل. الجهد بتاع الاولاني قل. خلاص الطيار الثاني ثابت لانه مش عليه ظل. لا الطيار قل اوزان هنا هنا. ما انا عايز اعرف الفرق بين وجود الضغط وبين عدم كمل الدايره. حد يعني لاحظ الفرق بين وجود الضغط وعدم وجوده؟ هو فرق يا زلمه بس وجود ولا قل. ايه الفرق بين وجود الضغط وبين عدم وجوده؟ لو مش ده سؤال للناس اللي لاحظت. طيب ما هو لو الجهد لما نزل ما نزلش قوي يعني نزلش قوي الدايف موجود هيعمل باي باس. لو مش موجود ده استمر الدايف استمر الطيار هيقوم ليه يا فندم؟ اذا كنا احنا بنشتغل دي سي عشان انت ما كنتش موجوده امبارح حمايه في الدايره وهل مسار الطيار ده هيعمل باي باس هيمرر الطيار. لما انتوا بقى اللي تستنتجوا هذا الهلال لكن لو ما فيش طاير ايوه الظل الثاني هتشتغل عادي. ماذا لاحظتم من التجربتين؟ بس هو ده سؤالي. اللي ما كانش فيها دايت واللي فيها دايت. اللي ما كانش فيها دايت الجهد نزل قوي والتيار قل. طب نفصل افصل يا عم البتاع. افصل ايوه افصل كمان وتعالى نعمل بس يا ريت بقى نركز شويه. اهو انا هشيل خالص الدايت. شلت الدايت اهو من الدنيا. خلاص ادي الدايت اهو شلته. وادي الدايت التاني شلته. ونركز يا جماعه الله يبارك لكم. خلاص؟ تعالى نعمل الثانيه، احنا قلنا ايه؟ موجب الاولى في سالب الثانيه. في سالب الثانيه اهو ادي موجب الاولى في سالب الثانيه. في سالب الثانيه وبعدين الموجب الاولاني الموجب الثاني هيروح للحمل وسالب الثاني وسالب الاولاني هيروح للحمل. تمام. شغل يا ريس. شغل يا ريس وشوف التأثير. شايل يعني أقصى إضاءة. كام يا فندم؟ كام؟ الاثنين 19 مجموعة 39 وده 19 يعني المفترض داخل على 40 تقريبا كل 40 ماشي. والتيار هنا 62 مللي امبير. التيار هنا 4 او 12 او 13 او 14 يعني تيار صغير. تعالى انا هحجب الجهد من اقل والتيار هنا برضو. لا دكتور زي لا 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 هنا نزل اهو الناحيه الثانيه اللي زاد. اللي زاد. انا عايز اشوف الطيار هنا والطيار هنا والطيار هنا. ايه ده؟ اديني ارقام بس. ارقام. 16 من 100. يعني 2 من 100. الطيار هنا 15 من 1000. طيب. جهد 35 يعني. هنا الطيار 16 من 1000. يعني 16 مللي عندي. 16 مللي. طب انا الطير كام؟ انا مش شايفه هنا. الاول كان كام بقى؟ 64. الاولاني ده كام؟ 65 64 64 64 65 كانت ارجح ما بين المفترض الطيار ثابت يعني. لا مش الاثنين دول توالي؟ لا الطيار ثابت في حاله ثبات الجهد. لكن انت نزلت الجهد. نزلت الجهد. يبقى لازم الطيار يقل. ايوه بس الطيار اللي ماشي في مصدرين الجهد المتصلين على التوالي ثابت. انه يكون ثابت. تمام تمام. طيب ايه بقى اللي حصل؟ اللي حصل هنا ان انا لما شلت جزء من الجهد حلو فقل دي اول ملاحظه على الجهد على الام دي نثبت المعلومه دي نثبتها خلاص. نروح افصل يا عمي افصل 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 عندك الجهد افصل يا فندم بتاعته افصل هنشوف دلوقتي هنشوف يا فندم هنشوف ادي نعمل الدنيا بقى زي ما عملناها مره ثانيه اهو. نروح هناخد اللوح الاول الموجب هنحط الدايت على التوازي اهو والسالب مع السالب. مظبوط كده؟ مظبوط ولا ايه؟ ماشي. ولا غلط؟ مظبوط؟ موجب مع موجب سالب مع سالب هناك؟ لا امال ايه؟ الاحمر الناحيه الثانيه. الاحمر الناحيه الثانيه والراجل ده مع الراجل ده. ايوه والراجل ده مع الراجل ده. خلاص معاك كده خلاص. ونفس الكلام اللي عملناه هنا هنعمله فين؟ في الراجل الثاني ده اهو اهو. وبعدين فين الصغير؟ فين الصغير؟ فين الصغير؟ فين الصغير؟ مفيش حاجات صغيرة. طيب ناخد واحد طويل وعاملين الموجب اهو. خلاص؟ أنا حطيت دايت توازي مع اللوح الأول وحطيت دايت طويل.
توازي مع اللوح الثاني. وبعدين موجب الاولاني مع مين؟ مع الحمل. الموجب الاولاني مع السالب الثاني. ادي السالب الثاني خلاص. وبعدين اخد سالب الموجب الثاني مع الحمل. موجودين اوريدي ادي اهو. ادي الموجب الاولاني مع الحمل سالب الثاني ماشي. وادي السالب اهو مع الحمل. وتعالى نشغل. شغل يا ريس. شغل يا ريس. شغل. تسعتاشر تسعين قول عشرين فولت. عشرين فولت يعني المفترض هنا اربعين فولت. الراجل ده كام امبير؟ تلاتة واربعين ملي امبير. الراجل دي لسه ما جابتش حاجة. نعم لسه ما جابتش الجهد هنا. ها؟ الجهد مش اربعين. مش مقاومة؟ طيب. كم كم المفروض الجهد هنا يبقى اربعين. ايوه. هل في غلط في التوصيل؟ أكيد عشان دي بتاعت ماينس. ده يد مقلوب. ده يد بيحصل مقلوب. أيوه. هنا في شغلة غلط. أنا دي غلط. الضيودات في ضايف مقلوب. ضايف عامل شرط. الاثنين عاملين شرط على التاني اللي عامل. في ضايف عامل. التاني اللي عامل مشكلة. نفصل نفصل خلاص ونراجع التوصيلة تاني. ماشي هعدي راجع التوصيلة تاني. خلاص أيوه هعدي التوصيلة أنا راجعها تاني. كل حاجة سهلة هنا وإيه؟ مفيش أي مشكلة إن شاء الله تعالى. ادي اللوحين. باخد الموجب بتاع اللوح الاول. موجب سالب. شوف بقى يا عم نبيل يلي انت لخبطتنا. سالب الاولاني مع الموجب الثاني. مع الموجب. ما احنا كنا عاملين كده. لا هات الناحيه الثانيه. لا السالب اهو. احنا ماشيين احنا كنا عاملين كده. طيب اهو كنا عاملين كده اهو. خلاص. وبعدين فين الموجب؟ الموجب الثاني راح فين؟ لا انا عايز الضايف. الضايف الاول بس. نعم يا فندم. الضايف الاول. اهو الضايف الاول. اهو الضايف الاولاني على فكره كان صح.